حصلنا موافقة مجلس الوزراء بعد ما عرضنا الموضوع بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء في محافظة البصرة. وحقيقة هذا القرار تحويل قناة البدعة المفتوحة، القناة المفتوحة إلى قناة مبوبة إلى قناة أنبوبية، سوف يسهم كثيرا في حل في إنهاء معاناة أهلنا في محافظة البصرة من ناحية مياه الشرب. هذا المشروع نعتبره مشروع تاريخي، مشروع استراتيجي، سوف يحدث نقلة نوعية في نوعية مياه الشرب في محافظة البصرة التي عانت الكثير خلال السنين الماضية من ناحية عدم توفر مياه الشرب من ناحية النوعية والكمية. هذا المشروع بالتأكيد سوف يحدث نقلة كبيرة في تأمين مياه الشرب ذات النوعية العالية جدا، أسوة بمياه الشرب في محافظة بغداد من ناحية نوعية وكميات الأملاح والنوعية الكاملة. أما فيما يخص موضوع اللسان الملحي، فالوزارة حريصة كل الحرص منذ تولينا مسؤولية الوزارة أن نؤمن مياه وبيئة صالحة لشط العرب. أحيينا هذا الموضوع الآن، بيئة شط العرب نسبة الأملاح مراقبة، كلها ضمن النسب المقبولة والنسب التصميمية، حريصين كل الحرص على عدم تجاوز هذه النسبة. سيكون لنا مباحثات مع الجانب الإيراني لتعزيز المياه من نهر الكارون لتخفيف الضغط على شط العرب. بالتأكيد موضوع الملوحة الكل شاهد، الكل يلاحظ دور الوزارة في محافظة البصرة من ناحية نوعية المياه وتقليل نسبة الملوحة. أحيينا موضوع القناة الأروائية، الآن القناة الأروائية في منطقة اكتيبان تعمل بكفاءة عالية، المياه الشرب تصل إلى منطقة الفاو إلى بعد نقطة في جنوب العراق. الحمد لله هذا الموضوع حقق نتائج إيجابية وملموسة داخل محافظة البصرة، والكل الآن يعني يشهد للوزارة هذا الدور المتميز في موضوع تأمين المياه وتقليل نسبة الملوحة. بتوجيه من معالي وزير الموارد المائية والسيد مدير عام هيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، قامت مديرية الموارد المائية بتاريخ 29/6 بالمباشرة بإزالة التجاوزات الحاصلة على ضفاف شط العرب بإسناد من مديرية الصيانة والإدارة المحلية والقوات الأمنية، ومستمرين برفع هذه التجاوزات في مقدم نهر العسافية في قضاء الهافي. هذا سابع تجاوز من مجموعة 8، عندنا تجاوز واحد على ضفاف شط العرب وتكون نسبة الإنجاز 100%. بدعم معالي السيد الوزير إن شاء الله نقوم برفع كافة التجاوزات على الحصص المائية وعلى ضفاف شط العرب. استنفرت كوادر مديرية صيانة مشاريع ري وبزل البصرة بتاريخ 9/7 أعمالها في قلق الكسرات الحاصلة في قضاء الفاو وناحية السيبة نتيجة ارتفاع المد الملحي.
المد البحري خلال الفترة الماضية. العمل مستمر ليلا ونهارا من أجل غلق جميع الكسرات وتقوية السداد الضعيفة لتجنب حدوث كسرات في الفترة القادمة. الهدف من العمل هو لحماية الدور السكنية والأراضي الزراعية من دخول مياه البحر إليها. تم توفير عدد كبير من الآليات يتضمن حفارات برمائية وحفارات ذراع طويل وحفارات قياسية، إضافة إلى قلابات لمعالجة جميع الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرار مديريتنا بأعمال التطهيرات ضمن الخطة السنوية المعدة من قبل مديرية الموارد المائية وفي مختلف أقضية المحافظة. كذلك تستمر أعمال مديرتنا في معالجة السدة الشرقية لهور الحمار باستخدام الجابيون والجلمود، والهدف من العمل هو لحماية الأراضي الزراعية والدور السكنية والأراضي النفطية من دخول المياه في حالة ارتفاع مناسيبها في موسم الفيضان. يتكون هذا المشروع من قناة ناقلة للماء العذب من الناصرية، قضاء الشطرة، ناظم الغراف، ناظم البدعة إلى محطة ضخ الإمام العباس عليه السلام بمسافة 238 كيلومتر. الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع 21 متر مكعب بالثانية في محافظة الناصرية، منها 5 متر مكعب بالثانية إلى محافظة الناصرية، وواحد متر مكعب بالثانية إلى سوق الشيوخ، وتصل إلى محطة ضخ البصرة 15 متر مكعب بالثانية. من محطة ضخ البصرة إلى أحواض الخزن والترسيب طاقة المشروع الاستيعابية 10 متر مكعب بالثانية. توجد محطات في هذا المشروع، محطة ناظم الصدر فيها 9 مضخات عائمة في حالة وجود شحة بالماء، والحمد لله هذه السنة لم نستخدم هذه المضخات لوفرة المياه. محطة ضخ الناصرية وفيها 22 مضخة كهربائية بواحد متر مكعب بالثانية. محطة ضخ البصرة 19 مضخة واحد متر مكعب بالثانية. ومحطة ضخ الأحواض توجد فيها 4 مضخات مترية كهربائية إضافة إلى 10 مضخات ديزل. يوجد لدينا دعم لا محدود من قبل السيد وزير الموارد المائية ومن قبل السيد مدير عام هيئة التشغيل والبزل الذي يدعمنا بشكل مستمر، واستبشرنا خيرا بقرار بالاتفاق بين وزارة الموارد المائية وبين مجلس الوزراء بتحويل هذا المشروع إلى أنابيب، وهذا يخدم محافظة البصرة وذلك لمعالجة بعض المشاكل نتيجة وجود القناة المفتوحة.